المشير السيسي بكل شعب مصر العظيم بتقول له انزل يا سيسي، مصر محتاجالك، مصر محتاجالك. بنقول لك الشعب المصري عاوزك بإرادتك مش بإرادة أي حد تاني، إحنا محتاجينك ولازم تنزل عشان خاطر الشعب يعيش. الشعب مش للبيع لأمريكا، أمريكا ما تشتريش الشعب المصري، ولا أوباما مش عاوزين منه معونة يغور هو ومعونته. إحنا النهاردة جايين بنعبر عن رأينا مع الشعب المصري كله، بنقول السيسي هو رئيس لمصر، ابن مصر العظيم، خليفة عبد الناصر. أقول سيد المشير ترشح وانزل رئيس، أنا جاي لك من المحلة لحد هنا على رفقات الخاصة علشان تترشح وتبقى رئيس، ولا يمكن حد يبقى رئيس لمصر إلا أنت، وأنت بتشيل الإرهاب ده كله من مصر، وإحنا طالبين إعدام الإخوان. فريق السيسي ربنا يخليك ويبارك لنا فيه، لازم تتم جميلك، أنت وقفت معانا وشلت الهم وشلت الإخوان، بس أرجوك مصر محتاجالك، أنا محتاجالك، ولادي محتاجين لك، إحنا مش هنلاقي غيرك. ما سبناش للكلاب تاكل عظمنا وترمي تاكل لحمنا وترمي عظمنا. إحنا في ده مصر، إحنا عايزين السيسي، عايزين السيسي عشان نروح بلادنا، إحنا عايزين السيسي عشان نروح بلادنا. هتدلنا هنا ما إحناش هنروح على المسجد. أنا جاي من الصعيد عشان أقابل السيد الملك السيسي رئيس الجمهورية. بنقول له ب 60 مليون سعيد يا سيسي، ب 60 مليون تيجي يا سيسي رئيس الجمهورية.